مرحبا. هل أنت هنا وحدك؟ هل ترغب في القدوم واللعب معنا؟ حسنا، سنكون بانتظارك. إذن فأنت لا ترغب في الالتحاق بنا. ليس كذلك، ولكنني لا أجيد اللعب، لست جيدا على الإطلاق، بالإضافة إلى أنني لم أكن عضوا في فريق أبدا. دعني أخبرك عن العمل الجماعي. أن تحب اللعبة للدرجة التي تجعلك تستمر في تسديد الكرة بالرغم من فشلك المستمر، هذا سيحسن من أدائك أنت وزملائك. بشكل أكثر دقة، العمل الجماعي مبني على الصداقة.